السلام عليكم، أنا سارة، بدي أشارككم اليوم بشوية أفكار تعلمتها واستفدت منها بتخص هاي المرحلة اللي بنمر فيها، وهي انتشار فيروس الكورونا. وواجب كل واحد فينا إنه يكون واعي على الأشياء المطلوبة منه مشان نتكتف ونصير إيد واحدة لتجاوز هاي الأزمة. هلأ أول شيء لازم نلتزم نضلنا قاعدين ببيوتنا وما نطلع غير للضرورة، لأنه هذا الفيروس بيعدي بسهولة عن طريق الهواء. وتاني شيء لازم نحافظ على صحتنا ونقوي مناعتنا باتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن المواد المصنعة والتقليل من الحلويات. وتالت شيء لازم نحافظ على نظافتنا أكتر من أول بكتير، لأنه هذا الشيء بحد من انتشار الفيروس. ورابع شيء لازم يكون عندنا حس بالمسؤولية وبالجدية تجاه هاي المحنة، وما نتعامل بهذا الموضوع باستهتار ونحول الموضوع لنكتة سخرية. لكن اللي بيجدر فينا نعمله كمسلمين هو الالتجاء إلى الله وطلب العافية منه مع أخذ جميع الاحتياطات المطلوبة. والنقطة الخامسة اللي بدي أحكي لكم عنها إنه كيف نستغل هاي الإجازة، لأنها فرصة ذهبية لكتير شغلات. مثلا ممكن نعمل نشاطات مشتركة مع أهلنا مثل قراءة القرآن أو حفظه، أو نلعب ألعاب جماعية مسلية، إما ألعاب رياضية بدنية أو ألعاب عقلية زي المسابقات أو اختبار المعلومات. وكمان هاي الإجازة فرصة نساعد أهلنا بالأعمال المنزلية، لأنه بأوقات الدوام ما بنقدر نساعدهم. كمان ممكن نعمل أعمال فردية مثل قراءة الكتب والقصص، وكمان ممكن نراجع دروسنا اللي أخذناها ونحضر دروس جديدة مشان نخفف عن حالنا بس نداوم. وآخر شيء بحب أوصيكم أصدقائي إنه دائما ننظر بنظرة إيجابية لكل ابتلاء بيصيبنا، لأن المسلم أمره كله خير إذا صبر وشكر زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتمنى إلي وإلكم دوام الصحة والعافية.